عليكم السلام ورحمة الله سيدي حميد. شد الجديد هذا سمح سيدي حميد، هذا كريب السقلي راه نطلب دابا، غير هو عندنا فيه زواقات مختلفين، هذا كان ما بقاش، يلا توصلنا به اليوم ان شاء الله، لكن فيه كمية قليلة. هذا كيجيب المسلول، براندا، برشمان، داير البوز، طالع في الطوندونس، هو الاولاني في هذا السقلي هذا، يعني راه ما باينش بزاف، ماشي شي سقلي اللي مشعشع ولا شي حاجة، وفيه لوينات قلال. هاد المرة هذه جبت لهم جوج ديال الرشيمات، يعني الرشيمة هذه والرشيمة الثانية غادي يشوفوها في الآخر ديال الفيديو. الثمن ديالو فقط غير 200 درهم أسيدي حميد. هذا بلو مارين، راه بان باهت شوية هنا. هذا بلو مارين، يعني لا مارين ديال لا مارين هذا. السقلي ديالو هو كما كتشوفوه حلو وزويون ومصمق. الثمن ديالو 200 درهم كما قلنا. اللي بغى أختي تصيفط لي السكرين شوب النوامر تحت صندوق الوصف أول كومنتار. اللي بغات تجي عندنا حنا كاينين في شارع افغاني الساحي حسني حدا الباب ديال الجامع، واللي خلات تجي كومونتير وتابونات راه ضروري غادي تستافد معنا من الهوتات ان شاء الله جايين، ضروري اختي تبتي الوجود ديالك، حيت الا كومونتيتي ودرتي جيم كتبقى مفعله مع القناه، ديما كيطلعوا لك الفيديوهات ديالنا انت هي الاولين. بزاف ديال الكليان كيشوف الفيديوهات ديالنا معطلين، يعني حتى كيتقاد الموديل عاد كتشوفو كتشد الغبينه كتقول لك علاش ما طلعش ليا انا، راه ما استفدتش معكم وجيت عندكم بعيده، كنقول لها لا راه الفيديو راه قديم هذا، والسبب هادشي هذا هو اختي فيما كتشوف الفيديو ديال اعتبرو ميساق، خصك ديري جيم وتبارطاجي وديري لايك وتخلي شي كومونتير باش كيعرفك اليوتيوب راه متفاعله بهاد القناه، يعني باش تبقى تطلع عندك انت هي الاولى. ها هو هذا هو الديزاين الثاني، ها لا طومبي ديالو راه ما ندوش عليها، النخوه ديالها السقلي ديالها راه منسوج معاها، راه باش يمرشوش فوق منها ما يتحيدلكش اختي كاع. ثمن غير رمزي، يعني ما كاينش ربح كثير فيها، رابحين يعني الدعوات ديالكم ولي جيم ولي بارطاج هادشي اللي رابحين معكم. بالنسبه للمكالمات في الهاتف، يعني من الاحسن حب هذا ولو تبقاو تواصلوا غير في الواتساب، حيت كيكونوا الخطوط كلها مشغوله، يعني خلي الرساله ديالك اختي وكوني على يقين راه غادي يوصل لك النوبه ديالك وغادي يجاوبك اختي. هيا وبالنسبه اختي لعافاكم اللون، حتى تتقرر على خاطرك عاد تقدي اللون هيا، حيت بزاف ديال الكليان كان صيفطوا اليوم، يعني كتجي شي وحده كتقول لها هذا اللون راه ما جاش معك ولا شي حاجه، كنعاودوا نشونجيو ليها وكتضوب علينا الخدمه، حنا ما عندناش مشكل غادي نرضيو ونديروا لك خاطرك اختي، ولكن باش انت ما تكرفسيش حنا ما نتكرفسوش. ها هو اللون هذيك اللي غادي تشاوري معها اختي، تشاوري معها دابا صيفطوا ليها، صيفط لها اللين ديال الفيديو ولا السكرين ديال هاد الثوب هذا وقول لها كيفاش جاك الثوب واش غادي يجيني زوين، قالت لك خذو خذ اختي، قالت لك لا شوفي لك تختار لك لون واحد اخر، علاش صراحه راه مزيانه تشاوري راه مزيانه، يعني راه ماشي شي حاجه عيب، ولكن اختي تشاوري قبل ما تشري الثوب ماشي حتى تشري، راه انت هي اللي كتكرفسي اكثر منا حنايا، حيت خصك تاونبالي وعاوتاني تعاودي تصيفطي لينا في الامانه وتخلصي عليه 50 درهم ونتسناوه حتى يوصلنا باش نشونجيو لك. ها هو الديفو ديال الثوب اختي منا حنايا، شي حاجه العبار ناقص ديالنا حنايا، الثوب عيان ديالنا حنايا، انت هي تحملي المسؤوليه غير في لاكولور، خلينا لك واحد المسؤوليه اللي بسيطه، يعني حتى تقتنعي بلاكولور عاد خديها، اما بالنسبه للعبر ناقص ولا شي حاجه ديفو في الثوب ولا الثوب ما بقاش عاجبك الكاليتي ديالو ما عجباتكش، راه ما عندناش مشكل ديك الساعات كاع، مرحبا والف مرحبا، حيت هذاك الشيء حنا دايرين بحسابه دايرين، يعني متحملين مهما كنقولوها راه متحملين المسؤوليه ديالو. ها يا اختي الثمن بالنسبه للثمن ديالو 200 درهم سي حامد، ليفريزو 50 درهم حتى كتوصلك الامانه ديالك عاد كتخلصي. ها هي ولا ليفريزون، بزاف ديال الكليان كيسولك واش كيقول لك وحده ب 50 درهم، اختي واخا تاخدي 10 ديال البياسات راه 50 درهم، ديما 50 درهم سواء خديتي بياسه ولا 10، راه ماشي كل بياسه غادي تخلص عليها 50 درهم، وبالصحه والراحه وتقطع وتعاودوا في اخر المطاف غادي نوريكم لا طومبي ديال الثوب. ها هي شا النخوه بالصحه والراحه وتلبسوا وتعاودوا.